والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأزواجه واهتدى بهداه ثم سقي رأس عشر قوات في تزكية النفس فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن محسن بن حمد البدر العباد غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. قال القاعدة العاشرة: معرفة النفس. قال: ومما يتحتم في باب تزكية النفس معرفة حقيقة هذه النفس ومعرفة صفاتها ليسهل الاعتناء بها ورعايتها ومداواتها من الآفات التي تطرأ عليها. وقد وصف الله سبحانه وتعالى النفس في كتابه الكريم بثلاث صفات مشهورة معلومة، وهذه الصفات راجعة إلى أحوال النفوس، وهي النفس المطمئنة، وهي التي اطمأنت بالإيمان وذكر الله تعالى وعبادته وحسن الإقبال، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال: والنفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها على فعله الخطأ أو تقصيره في الواجب أو تفريطه في الطاعة، كما قال تعالى في سورة القيامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس الأمارة بالسوء، وهي التي تحث صاحبها على فعل المحرمات وارتكاب الآثام وتقوده إلى مواطن المنكرات ومواضع الرذيلة وتدفعه إلى فعل القبائح والرذائل، كما جاء في سورة يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهذه الأوصاف الثلاثة للنفس هي في الحقيقة أحوال متعلقة بالنفس، ولذلك فإن هذه الأحوال تتقلب وتتغير بحسب الواردات التي ترد على النفس، فقد تجتمع في هذه الصفات عند الإنسان في يوم واحد بحسب حال النفس. وقد ضرب أهل العلم هذه النفس أمثلة تبين حالها مع الإنسان ليسهل أو ليسهل تصورها على المسلم، فيجتهد بعد ذلك في صلاحها وتزكيتها. وأقتصرها هنا على مثالين إمامين جليلين. المثال الأول ضربه الإمام الآجري رحمه الله في كتاب أدب النفوس، فقال: وأنا أمتثل لك مثالا لا يخفى عليك أمرها إن شاء الله، اعلم أن النفس مثلها كمثل المهر الحسن من الخيل، إذا نظر إليه الناظر أعجبه حسنه وبهاؤه، فيقول أهل البصيرة به: لا ينتفع بهذا حتى يراه رياضة حسنة ويؤدب أدبا حسنا، فحينئذ ينتفع به فيصلح للطلب والهرب ويحمد راكبه عواقب تأديبه ورياضته. فإن لم يؤدب لم ينتفع بحسنه، أو فإن لم يؤدب لم ينتفع بحسنه ولا ببهائه، ولا يحمد راكبه عواقبه عند الحاجة. فإذا قيل صاحب هذا المهر، قول أهل النصيحة والبصيرة به علم أن هذا قول صحيح، فدفعه إلى رائض فراضه، ثم لا يصلح أن يكون الرائض إلا عالما بالرياضة معه صبر على ما فعله من علم الرياضة، فإن كان معه بالرياضة ونصحه انتفع به صاحبه، فإن كان الرائض لا معرفة معه بالرياضة ولا علم بأدب الخيل أفسد هذا المهر وأتعب نفسه ولم يحمد راكبه عواقبه. وإن كان الرائض معه معرفة الرياضة والأدب للخيل، إلا أنه مع معرفته لم يصبر على مشقة الرياضة وأحب الترفيه لنفسه وتوانى عما وجب عليه من النصيحة، فالرياضة أفسد هذا المهر وأساء إليه، ولم يصلح للطلب ولا للهرب، وكان له منظر بلا مخبر، فإن كان مالكه هو الرائض له ندم على توانيه يوم لا ينفعه الندم حين نظر إلى غيره في وقت الطلب قد طلب فأدرك، وفي وقت الهرب قد هرب فسلم، وطلب هو ولم يدرك،
أفلم يسلم كل ذلك بتوانيه وقلة صبره بعد معرفته منه. ثم أقبل على نفسه يلومها ويوبخها فيقول: لما فرطت، لما قصرت، لقد عاد علي من قلة صبري كل ما أكره، والله المستعان. اعقلوا رحمكم الله علم هذا المثل وتفقهوا به تفلحوا وتنجحوا. فهذا المثل الأول يوضح فيه الإمام الآجري رحمه الله حال النفس البشرية، وأنها كالمهر الذي تحتاج إلى رياضة وصبر في ترويضها، وأن يكون على علم بالأمور التي تصلح النفس وتزكيها، وأن الإنسان إذا فرط في هذه المعرفة وفي هذا الترويض فإنه سيندم في نهاية المطاف غاية الندم. والمثال الثاني ضربه الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل، وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه، ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي ذلك الجبل أودية وشعوب وعقبات ووهود وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين، ولا سيما أهل الليل المدلجين، فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير، فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. والشيطان على قلة ذلك الجبل، أي على قلة ذلك الجبل أي أعلاه، يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه، فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع. والمعصوم من عصمه الله، وكلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانا، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل، وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لركب الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا المثل يبين لنا حال النفس أيضا، وأنها تحتاج من صاحبها إلى تعاهد ومعالجة ومداواة، فإن لم يجاهدها بالطريق الشرعي ويصبر على ذلك تفلتت منه وضيعته. ومن شلون الشاعر يقول: من يخشى صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. هذا صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.